يعتبر الرمان من الفاكهة المفضلة لكثير من الناس لما له من طعم رائع، كما يعتبر أيضا من الأغذية المهمة والنافعة لصحة الإنسان، فهو غني بالماء والفيتامينات والألياف التي يحتاجها الجسم، إضافة إلى غناه بمضادات الأكسدة وغيرها من المواد التي تفيد أجسامنا وتقيها من الأمراض. وفي هذا الفيديو سوف نتعرف عن فوائده بشكل مفصل وعلمي، وأيضا بعض آثاره الجانبية المحتملة. يتسبب ارتفاع ضغط الدم في مشاكل صحية خطيرة مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية، لذلك من الأفضل المواظبة على شرب عصير الرمان لأنه يساعد على خفض ضغط الدم بشكل كبير ويؤثر بشكل إيجابي على الأوعية الدموية والقلب. يعتبر سلاك الرمان الطبيعي أو عصيره فعالا في خفض مستويات الكوليسترول الذي يمثل أحد أسباب تكلس الشرايين وحدوث النوبات القلبية، مما يفسر دور هذه الثمار في الحفاظ على سلامة القلب. يحتوي الرمان على مكونات مضادة التهابات التي تقوم بدورها كاملا عند حدوث أي مشكلة من مشاكل هشاشة العظام، فقد أكدت الدراسات أن مستخلص الرمان قادر على منع الجسم من إفراز الأنزيمات المتورطة في تطور هشاشة العظام. وجدت هذه الفاكهة مكانها في أبحاث السرطان، حيث تشير دراسات علمية إلى أن شرب ربع لتر من عصير الرمان يوميا يعمل بشكل كبير على تضبيط نمو الخلايا السرطانية، خاصة بالنسبة لسرطان البروستاتا وسرطان الثدي. ولكن هذا لا يعني أن الرمان يشفي السرطان أو يمكن اعتماده علاجا وحيدا، ولكنه يمكن أن يساهم في إبطاء انتشار الخلايا السرطانية. يحافظ عصير الرمان على الأوعية من جهة وعلى الدورة الدموية من جهة أخرى، مما يفيد القلب خاصة وكل الجسم عامة. وقد أظهرت بحوث علمية التأثير الإيجابي للرمان على العجز الجنسي، إلا أنه لم يتم حتى الآن التوصل إلى الآلية التي تمكن الرمان من علاج هذه الحالة. أكدت بعض البحوث العلمية أن فقدان الذاكرة تقل عند المرضى الذين أخذوا جرعتين من مستخلص الرمان بعد الجراحة مقارنة بغيرهما، كما أجريت دراسات أخرى على كبار السن، وأكدت أن شرب 250 مللتر من عصير الرمان يوميا يحسن الذاكرة اللغوية والذاكرة البصرية. يساعد الرمان في مكافحة الميكروبات والفطريات، حيث يمثل سلاحا فعالا ضد أنواع مختلفة من البكتيريا، وهو أيضا يقي من الالتهابات بصفة عامة. وتجدر الإشارة أيضا إلى أن تأثيره على التهابات وتقرحات الفم واضح لكل من يستهلكه باعتدال. تعتبر هذه الفاكهة مصدرا جيدا لفيتامين سي، ويقدم زيت الرمان عناية فريدة بالبشرة ويصلح عيوبها ويعزز إشراقتها ونضارتها نظرا لغناه بالفيتامينات. ويعتبر الرمان حلا لبعض أمراض الشعر، حيث يقوي جذوره ويعالج مشاكله المختلفة بما فيها الشيب وأمراض فروة الرأس. ويتم كل هذا عن طريق وصفات الرمان للعناية بالبشرة والشعر. على الرغم من أن الرمان يساهم في الوقاية من مرض السكري، إلا أنه لا يساعد على علاجه بل بالعكس تماما، إذ على الذين يعانون من هذا المرض تجنبه تماما، وذلك لما يحتوي عليه من نسب عالية من السكريات. ثنائي القطب هو مزاج نفسي يغير مزاج المريض بين الاكتئاب والسعادة المفرطة الغير الطبيعية، ويمكن للمركبات الكيميائية في عصير الرمان تطبيط كاربامازيبين الذي يستخدم لتحسين المزاج ومنع النوبات، مما يساعد على استقرار المزاج. تشير بعض الدراسات إلى أن عصير الرمان يتداخل في الجسم أنزيم مسؤول عن عمل العديد من الأدوية المنتشرة مثل بعض عقاقير الكوليسترول، لذلك استشر طبيبك عند شرب عصير الرمان إذا كنت تأخذ هذا النوع من الأدوية بانتظام. تحتوي هذه الفاكهة على نسب عالية من السعرات الحرارية، وهذا ما دفع بعض العلماء إلى التأكيد على ضرورة تجنبها خاصة أثناء اتباع حمية غذائية بهدف التخسيس وخفض الوزن، لأن السعرات الحرارية العالية يمكن أن تسبب في نتائج عكسية. وإلى هنا ينتهي موضوع حلقتنا هذا اليوم، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.